اكتشف شتاء ديليجان الشتوي. استفدت كثيرا من تجوالي مع أرارات للسياحة، لذا أنصح بشدة كل من يرغب بزيارة أرمينيا الاتصال بأرارات للسياحة. السماء رمادية باهتة وتتراقص رقائق الثلج في الهواء المتجمد. شوارع ديليجان هادئة ما عدا صوت تكسر الثلوج تحت الأقدام. المباني مزينة برقائق الثلج مكونة عجائب شتوية. مجموعة من الأطفال يلعبون في الثلوج، يرمون كرات ثلجية على بعض ويضحكون. أنفاسهم مرئية في الهواء البارد. على ضفاف نهر صغير تجد نار مشتعلة، وبالقرب منه من يحتسي الشاي الساخن ويستمتع بدفء النار. وكلما نتوغل في الغابة أكثر، المشهد يصبح أكثر سحراً. الأشجار مغطاة بالثلوج، أغصانها ثقيلة من كثرة تساقط الثلوج عليها. والهدوء لا يقطعه إلا صوت الثلوج تحت الأقدام. قلة من الناس يتحدون البرد ويتمشون داخل الغابة. الأشجار المغطاة بالثلوج تمتد وكأن ليس لها نهاية. عندما تبدأ الشمس في الغروب، تتحول السماء إلى ظلال من اللون الوردي والبرتقالي. الشمس تلمع عبر الأشجار الثلجية، وتلقي وهج دافئ على أرض العجائب الشتوية. المدينة تنبض بالحياة مع الأضواء المتلألأة. ومع أرارات للسياحة، بإمكانكم أيضاً أن تستكشفوا كل بقعة في جمهورية أرمينيا.